تحية طيبة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج أون سايد. حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها عن قضية اللجنة الأولمبية وعدها من الكيانات المنحلة، وهو الأمر الذي يتفاعل يوميا بين الوصول إلى الحلول أو الاتجاه إلى مسارات خاصة تتعلق بالاتهامات بشراء ذمم للاتحادات الرياضية في الانتخابات المقبلة وضغط عليها وضمان بقاء نفس الأعضاء وأمور كثيرة. الصراع بين اللجنة البرلمانية الرياضية وزارة الشباب واللجنة الأولمبية أججت المواقف في الفترة، يعني بين الأطراف الثلاثة في الفترة الأخيرة. البرلمانية تعد الأولمبية كيانا منحلا، طبعا هذا رأي اللجنة البرلمانية الرياضية في البرلمان العراقي. وزارة الشباب أرسلت كتاب بالحفاظ على الأولمبية التي يعني انتعشت بعد رسالة اللجنة الأولمبية الدولية التي تحذر من المساس بالكيان الأولمبي العراقي. ومن باب المساندة للأولمبية هناك بعض الاتحادات أوقفت نشاطاتها واتحادات أخرى رفضت إيقاف بطولاتها. طبعا للحديث معي حول هذا الموضوع اللي يعني أخذ الكثير من الشارع الرياضي هذه الأيام سيكون ضيفي الدكتور حسين العميدي الاتحاد العراقي لكرة السلة. أهلا بك دكتور. أهلا ومرحبا، حياك الله، سعيدين بوجودك. شكرا جزيلا. سعد حسين، أنا وأنتم المشاهدين الكرام يعني قبل أن ندخل في مواضيع الحلقة خلونا بالبداية نقدم التهنئة للزميل والأستاذ علي رياح بمناسبة الإصدار العاشر اللي هو مباريات على ورق باسمي وباسم كادر البرنامج. نقدم له التهنئة على يعني ما يقدم لي رياضتنا العراقية، وهذه طبعا الكتاب الأخير الموسوم مباريات على الورق، طبعا يتناول حوارات الأستاذ علي رياح مع نجوم الكرة العراقية. كل التهنئة للأستاذ علي رياح. ويعني أريد أسألك أستاذ حسين، ما يقدم الأستاذ علي رياح للرياضة العراقية، شلون تشوفه؟ حقيقة بالمناسبة أقدم التهنئة الخالصة للأستاذ الكبير الإعلامي علي رياح على تقديم كتابه العاشر، يعني وهذا حقيقة فد شيء كبير يعني للصحافة الرياضية وللرياضة بالذات، يعني عمل جميل، عمل يعني أرشف الرياضة العراقية، يثبت تواريخ، يثبت أمور كثيرة حقيقة. أنا حقيقة معجب بالأشياء اللي يكتبها، حقيقة طلعت على الكتاب وكان فشيء قيب. أتمنى يكون أحد أخواننا أنه يقدم كتاب عن كرة السلة إن شاء الله في هذا المجال، لأن أيضا هناك نجوم يعني كثر على من 1948 ولحد الآن، يعني اتحاد السلة تأسس قبل اتحاد كرة القدم يعني بالمناسبة. نعم، فهناك نجوم كبار في مجال التدريب والتحكيم واللعب، عندنا حكام للخمسينات من القرن الماضي طبعا ما شاء الله، حكام دوليين. نعم، وان شاء الله ان شاء الله يعني يلتفت اليها يعني اعلاميون وصحفيون حتى يعني تنال ما تستحق من الاهتمام ان شاء الله. صالح حسين، خلينا نشوف هذا الاستطلاع وتقرير لعدو الزملاء عن كتاب الزميل العزيز علي رياح. أنا سعيد جدا بوجودي في هذه المناسبة العزيزة التي جمعت نجوم الكرة في الماضي والحاضر، وجمعت شخصيات كروية وإعلامية وأيضا قيادات في اتحاد كرة القدم العراقي والرياضة العراقية من أجل الاحتفاء بهذه المناسبة. مناسبة أنا أعتبرها عزيزة جدا إلى قلبي، أولا لأنها جمعت هذا العدد، ثانيا لأنها شهدت إصدار كتابي أو مؤلفي العاشر اللي تميز عن المؤلفات السابقة بكونه يحمل لقاءات مميزة وآنية تثير قضايا أو تعالج مشاكل على مدى سنوات طويلة من عمل الصحفي. لا يسعني إلا أن أشكر كل الحاضرين، وأنا أعد بإنجاز المزيد إن مكنني الله من أجل الحفاظ على إرثنا الرياضي الأدعى والأحق بأن نحتفظ أو نحافظ عليه. أهلا بكم مشاهدي الكرام. سعد حسين، خليني أبدأ بموضوع حلقتنا. كيف ترى أزمة اللجنة الأولمبية؟ هل هي مفتعلة
أم واقعية من خلال عدها كيان منحل؟ الحقيقة هو مسألة الكيان المنحل مسألة بها إشكال كبير يعني. حتى بتعبير قاسي. نعم يعني في كل دول العالم هناك لجان أولمبية. يعني أنا أحب أعطي معلومة مهمة أنه اللجان الأولمبية هي عددها أكبر من الدول اللي منتظمة تحت لواء الأمم المتحدة. يعني أنه هناك دول ما منتظمة ضمن الأمم المتحدة هي فيها لجان الرياضة أولمبية. أكبر من كل شيء فعلا. ولذلك يعني دائما بالأمم المتحدة هناك دول ما تشارك في مناقشات الأمم المتحدة أو في دوريات الأمم المتحدة، لكن باللجان الأولمبية هناك إجبار يجب أن كل بلد، لأن اللجان الأولمبية تعطي وايت كارد، تعطي لاعبين اثنين دائما في ألعاب القوى حتى تكون الدول كلها مشاركة في الألعاب الأولمبية اللي تقام كل 4 سنوات. نعم. وهذا فشيء يعني أساسي من أجل تجميع العالم، من أجل تماسك من خلال شعار اللجنة الأولمبية، تماسك الحلقات الخمسة اللي تمثل القارات الخمسة. فيعني هاي مفاهيم حقيقة إنسانية ومفاهيم رياضية مثبتة منذ الأزل، يعني لا يمكن أحد أن يلغيها اليوم بسبب ظروف. حقيقة مسألة القرار ومسألة الإشكالية اللي تصير أنا أقول هي معادلة معادلة لا يمكن الإخلال بها نهائياً. منو أطرافها؟ أطراف المعادلة هي اللجنة الأولمبية، نعم، وزارة الشباب، اللجنة الرياضية، مجلس النواب. زين. هاي المعادلة طبعاً من أقول وزارة الشباب هي تمثل الحكومة العراقية ووزارة الشباب، واللجنة البرلمانة تمثل الجانب التشريعي، واللجنة الأولمبية هي اللجنة المعنية في العمل الأولمبي يعني. زين. العراقي بالذات. هاي المعادلة أي إخلال بها يكون العمل غير صحيح وما يكون يعني وفق صيغ، ممكن انه يؤثر بشكل كبير على الرياضه العراقيه. الاخلال يجب على اللجنه الاولمبيه ان تنظم قوانينها بشكل صحيح حتى يكون الاعتراف الخارجي والداخلي بها كامل. اي خلل في هذا الموضوع راح يولد خلل بهاي المعادله. اكو خلل استاذ حسين بوحده من هاي الاطراف؟ اطراف المعادله ثلاثه. نعم كل الاطراف بها خلل. كل الاطراف يعني الوزاره واللجنه البرلمانيه. نعم نعم نعم. كل الاطراف بها خلل بصراحه. زين خليني اوقف شوي عند خلل الاولمبيه. وين استاذ حسين خلل الاولمبيه؟ انه بصراحه انه بعد ما جريت انتخابات 2004 دوكان في دوكان وبإشراف الحكومة العراقية بحضور الراحل جلال طالباني وحضور يعني ممثلين عن وزارة الشباب آنذاك، وتمت يعني إعداد لائحة دوكان عندنا احنا نسميها لائحة باللجنة الأولمبية الدولية تسمى قانون. زين. يعني قانون اللجنة الأولمبية ومصادق عليه باللجنة الأولمبية الدولية في حينها، لكن هاي المصادقة كان المفروض تاخذ إجراءات داخلية من خلال التشريع البرلماني حتى تكون يعني مثل ما وزارة الشباب أخذت بالنظام الجديد أنه قانون، مثل ما كل الوزارات عملوا لها قوانين حتى تثبت يعني هذا. اللجنة الأولمبية حقيقة صار تلكو يعني. أكو أشخاص معينين هم اللي يعني يمنعون هذا الشيء؟ ليش ما أقدمت الأولمبية على أن يعني ترجم هاي الخطوة اللي حكيت عليها أستاذ حسين إلى واقع، إلى قانون؟ أنا حقيقة يعني حتى نكون بعيدين عن كل المناكفات يعني. زين. نتكلم بشكل صادق وبشكل هادئ. يعني أنا حقيقة شاهد على هذا الوضع كله، لأن أنا كنت حاضر في انتخابات واجتماعات دوكان وقريب يعني منها وأدرى الناس. نعم هذا. بعد ما رجعوا من دوكان أو رجعنا كنا من دوكان يعني بدأ العمل الأولمبي يأخذ مساره ومشاركة في أولمبيات أثينا في 2004 يعني. نعم. بدأت هناك لجان للعمل على تثبيت هذه اللوائح اللي هي قانون عند اللجنة الأولمبية الدولية لتثبيتها ضمن قانون يشرع داخليا من خلال البرلمان العراقي. زين. وتم العمل بهذا الأمور وتشكيل لجان ومراجعة مجلس شورى الدولة وعن طريق وزارة الشباب، وأيضا بوقتها أيضا صارت بعض المناكفات بين وزارة الشباب واللجنة الأولمبية في حينها، لكن حالة الاختطاف اللي صارت يعني بعد سنة ونص تقريبا هيك سنتين حقيقة ركن هذا الموضوع على جنب يعني. صارت اللجنة الأولمبية اللي احنا يعني مكملين للفترة يعني ب 2006
عملت وانا شخصيا يعني مع طيب الذكر الاستاذ منذر الواعظ، لان كونه هو رجل قانوني كان رئيس اتحاد الدراجات. نعم. عملنا وكان كنا اعضاء بالمكتب التنفيذي ايضا للجنة الأولمبية، عملنا على استمرار في اكمال هذا المشروع يعني حتى ياخذ جانب الرسمي يعني بالبرلمان العراقي. لوين وتوقف سالفة؟ وذهبنا طبعا، وصلنا لمجلس شورى الدولة وكملنا، وفي مجرد كنا يعني معدل الحدود يعني بالسبوع اسبوعين نروح مره يعني نتناقش على الموضوع هذا ونجيب لهم حلول، ووصلنا الى حاله نهائيه. الى ان وصلنا القانون هذا الى البرلمان العراقي في حينه في عام 2006 يعني 2007 بالضبط، يعني وصلنا البرلمان العراقي. لكن بوقتها صار قانون او قرار 184 اللي اعتبره سيء الصيت يعني حقيقه فلش هاي الأمور كلها وأنهى هذا العمل أيضا. واللجنة الأولمبية اللي شكلت بـ 2009 سحبت هذا القانون. شنو الأسباب؟ ما أعرف، هذا السؤال يتوجه لهم يعني للجنة الأولمبية اللي كانت حين ذاك 2009 اللي شكلت بعد يعني حل اللجنة الأولمبية اللي كان اسمها يمكن لجنة مؤقتة. لا مو لجنة مؤقتة. لجنة مؤقتة قبل 2004 كان لجنه مؤقته، بس بعد انت تقصد بعد دو كان صارت لجنه اولمبيه وطنيه عراقيه. لا انا اقصد لي بال 2009 سادي حسين 2000 ها صارت لجنه مؤقته. نعم. أي. بين الحل وبين التشكيل بالضبط. هو نعم. هذا اللي اريد اوصل. تسعة اشهر هاي هنا جمدت كل الامور جمدت يعني وعملكم هذا انت واستاذ منذر الواعظ تاخر ما وصل وصل للبرلمان لكن ما نوقش لكن ما تم مناقشته لكون انه ما كانوا يعني ملتهين بامور اخرى يعني الهيئه المؤقته بالذات وكان هي كونها مو شرعيه يعني بالوقت يعني بالنسبه للجنة الأولمبية الدوليه غير شرعيه يعني. نعم. فمن جت اللجنة الأولمبية ب 2009 شكلت 4-4 اعتقد يعني ما سحبوا القانون اللي وصل يعني او مسودة القانون حتى نكون دقيقين سحبتها من اللجنة الأولمبية وبقى يراوح هاي العملية الى ان وصلنا ب 2013. نعم. واحنا ما كملوا كل شيء يعني بهالجانب هذا، وهذا طبعا شيء خطأ كبير يعني بصراحة. من يتحمل هذا الخطأ استاذ حسين؟ المكتب التنفيذي اللي كان موجود يعني ب 2009 اللي شكل حقيقة كان موجود. هو اللي يتحمل انه هذا التاخير وعدم طبعا. مناقشه مسوده القانون اللي طبعا كانت طبعا بنقول المكتب التنفيذي هو يعني احتمال هو جزء البرلمان ايضا يتحمل الخطا لان ايضا جزء معاون اللجنة الأولمبية حتى نكون صادقين بالكلام واضح، لكن هي المفروض كانت تكون متابعه بهالموضوع هذا يعني متابعه المكتب التنفيذي وعمل دؤوب من قبل اللجان الرياضيه بمجلس النواب. لكن هناك كانت الفتره كلها هي مناكفات مع الاسف يعني كلها عملية شد وجذب لو ذراع مع الأسف يعني استمرت الرياضة العراقية من 2004 ولحد يومنا هذا دائما هاي العملية يعني تقوى أكثر يعني عملية الشد والجذب تكون أكثر قوة تزداد تعقيد ما تنحل بالضبط. نعم. زين سادة حسين خليني أسأل ليش ما توقف النشاط السلوي يعني بعد هذا هو ما له علاقة يعني هو احنا النشاط يعني اللجنة الأولمبية قرارها واضح انه ايقاف الامور الاداريه والماليه. الماليه والاداريه. نعم. احنا بالنسبه للنشاط السنوي شأن اي نشاط اخر يعني الاخوان اتحاد الطائره يعني عندهم بطوله مثبته قبل فتره يعني والفرق حضرت وايضا احنا عندنا دوري يعني استاذ حسين اتحاد السله الدوريات صعبه واتحاد الطائره وسحوا ميدان اللي شنو سحوا يعني هذني الاتحادات اللي لم توقف نشاطها. هو ما حد وقف نشاطه يعني هو النشاط يتوقف بأي طريقة يتوقف إنه إذا مال ماكو يعني راح يتوقف النشاط. إحنا همات إذا تستمر العملية هيك يتوقف نشاطنا يعني يتوقف نشاطنا بسبب إنه المال يعني بعض الأمور يعني بكرة عندنا منتخب وطني عندنا النافذة الثانية تحتاج إلى أموال تحتاج إلى سفر تحتاج إلى معسكرات تحتاج إلى كثير من الأمور يعني وحتى الموظفين اللي موجودين بالاتحاد أو باللجنة الأولمبية إذا ما عندهم رواتب طبعا أكيد راح يستمرون يعني بالعمل يعني صعبة يعني يعني هاي العملية صعبة لا يجب أن تنتهي يعني ما ممكن أنه تستمر بهالطريقة هاي. لكن إحنا حقيقة سبب استمرار الدوري وهذا شيء مهم يعني حتى أوضح لك يعني انه احنا من ضمن متطلبات اعداد المنتخب الوطني
تصفيات كأس العالم، وهذا حلم، يعني حلم مو للاتحاد وإنما هدف الاتحاد من 10 سنوات نعمل حتى نوصل لهذه المرحلة اللي أول مرة بتاريخ العراق وصلنا إلى تصفيات كأس العالم، هو جزء من إعداد المنتخب الوطني. المنافسات اللي تجري الآن بالدوري العراقي، والدور العراقي يضم كل اللاعبين المنتخب الوطني العراقيين، هي جزء من يعني ثبتناها بالخطة لإعداد المنتخب، هي جزء مهم من إعداد المنتخب، هي هاي المنافسات اللي تجري بالدوري. لأن دون هاي المنافسات لازم اللاعب نبحث عن بديل، نبحث عن معسكرات، وتكلفنا كثير، نبحث عن أمور أخرى يعني. ولذلك الدوري من يتوقف يعني هذا انتحار للهدف مالتنا، وانتحار لل يعني دخولنا بهذه التصفيات اللي احنا وصلنا بها مراحل ممتازه يعني من خلال النتائج يعني. زين استاذ حسين، اكو يعني موضوع يعني تعليق الاجراءات الماليه والاداريه من قبل اولمبيا تحدثت عنه، هذا انت تشوفه راح يوقف كل النشاطات الرياضيه مستقبلا اذا ما استمر؟ لا هو طبعا اكيد يعني المال هو عصب الرياضه، يعني اذا انتم يعني تعملون بما عندكم الان، يعني اذا من راح ينفذ هذا المال انتم راح؟ لا احنا ما عندنا، احنا ما عندنا، كل الاتحادات ما عندها، لان احنا المال ناخذه من اللجنه الاولمبيه، اذا تصرف لك 50,000 دينار لازم تسوي كتاب تروح تصرفها من اللجنه الاولمبيه، لان اموالنا كلها موجوده باللجنه الاولمبيه. زين يعني ما عندنا اموال تحت يعني يد الاتحاد او في تصرف الاتحاد، وبالتالي يعني كل الاتحادات مهدده بان يوقف نشاطها في اي لحظه اذا ما استمر هذا الوضع. لا طبعا بالتاكيد، يعني اذا مال ماكو يعني فلازم يكون هناك حل للموضوع، يعني لازم يكون هناك حل للموضوع. ما اعتقد تستمر هاي الحاله بصراحه. يعني ما اعتقد تستمر، لان يعني ما اعتقد يعني الدوله والبرلمان واللجنه الاولمبيه الكل يجب ان يكون هناك، قلت لك يا معادله. شلون نشوفها استاذ حسين نهايتها هاي يعني هاي القضيه اللي هسه هي مثار حديث الناس بالشارع، بالشارع الرياضي؟ اي طبعا مهمه، لان ماكو بيت ما بيه رياضي، ماكو يعني هسه احنا دا اقول لك على التوقف، اذا التوقف يعني هو مو مع احتراماتي هي مو مساله كلام، هي مساله تطبيق، تطبيق مهم. يعني أنا عندي مثلاً هسه بالاتحاد العراقي كرة السلة 10 أندية مشاركة في الدوري الممتاز، كل نادي ب20 شخص، زين 20 عائلة، يعني بين لاعبين 14 لاعب، بين مدربين 2، بين معالجين، بين إداريين 20 شخص، 20 شخص 20 عائلة، 20 عائلة في 10 200 عائلة، لأن ذولا إذا نوقف النشاط كلهم بالعقود مالتهم موجود مثبت شيء مهم، انه في حاله ايقاف النشاط الرياضي بسبب خارج اراده النادي انه ما راح يستلم مستحقات، لا مستحقات رواتب ولا عقود. لان دول من يتوقف النشاط الرياضي من راح يدفع لهم؟ من راح يدفع؟ هذه مشكله اخرى، مشكله كبيره. هذا عشان في اتحاد السله فقط، زين في اتحادات بقيه الاتحادات طبعا اكيد موضوع كبير. استاذ حسين خلينا متواصلين، لكن نطلع نشوف هذا الاستطلاع عن اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه وراجعين لكم مشاهدينا الكرام. ان اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه تستند اساسا على الاعتراف الممنوح لها من قبل اللجنه الاولمبيه الدوليه وبحسب الميثاق الاولمبي. ثانيا، تخضع اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه بالمقام الاول الى الميثاق الاولمبي والنظام الاساسي الذي صادقت عليه اللجنه الاولمبيه الدوليه. ثالثا، ان اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه قيام قانوني قائم منذ أن تم الاعتراف بها عام 1948. أعتقد أنه التوضيحات أو الاستفهامات أو الاستفسارات التي وضعت اللجنة الأولمبية الدولية، النقاط فوق الحروف حول الحرج القانوني الذي وضعت فيه اللجنة الأولمبية كان واضح لديكم زملائي. أعتقد أن النقاط على الحروف يجب أن تكون هناك تعاون وإخلاص من قبل الجميع لغرض رفع الحرج على اللجنة الأولمبية واعتبارها كيان مستقل بحد ذاته وتحظى بدعم ورعاية الحكومة العراقية، لأنه اللجنة الأولمبية بإشادة اللجنة الوطنية العراقية بإشادة اللجنة الأولمبية الدولية استطاعت من تحقيق الكثير من الإنجازات والمشاركات في أولمبياد أثينا، الريو، لندن، الصين، كل هذه مشاركات لم تأتي عن فراغ بل نتيجة الغطاء الشرعي الذي تمتع به اللجنة الأولمبية من التغيير وإلى يومنا هذا من خلال التخصيصات المالية والإنجازات التي حققتها الرياضة العراقية. ولكن للأسف الشديد نرى أن هناك يعني أزمة افتعلت ربما في وقت ليس مناسب. طبعا هنالك جهد معمول لإيضاح صورة موقف اللجنة الأولمبية الحالي أمام اللجنة الأولمبية الدولية،
حتى نخرج رياضة العراق من الأزمة وتكون اللجنة الأولمبية الدولية عامل مساعد في هذا الإخراج، وهذا سلوك تسلكه كل الدول. أهم ما تضمنت رسالة اللجنة الأولمبية الدولية الإصرار على أن اللجنة الأولمبية العراقية كيانا قانونيا منذ 1948 ولحد الآن، الاعتراف بقانونية هذه اللجنة ومكتبها التنفيذي والاتحادات المنتمية لها، قلق بالغ يعني كان في مقدمة الرسالة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، ووصفت الرسالة كما أنها الإنذار النهائي للجهات المسؤولة بالعراق على التعامل مع الوضع الذي تريده اللجنة الأولمبية الدولية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، المتضمن الاستقلال الذاتي الكامل وعدم إخضاع اللجنة الأولمبية إلى ممارسات وضغوطات دينية أو اقتصادية أو قانونية أو التدخل في إجراءاتها الداخلية وسلطاتها في إدارة الحركة الأولمبية بالعراق. أهلا بكم مشاهدي الكرام. أستاذ حسين، خليني أسأل عن شو شفت البيان اللي طلعت به اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اللي يعني أوضحوا به موقفهم هذا الأخير. شوف، وأنا قلت لك يعني بعيدا عن كل هذا، هاي الأسئلة ممكن يعني تنسيل لأصحاب البيان يعني حقيقة، بس أنا أقول لك شيء مهم يعني إنه دائما أقول هي معادلة. هنا يعني كلام المدير التنفيذي الأستاذ جزائر السهلاني، نعم، يقول إحنا بينا موقفنا للجنة الأولمبية. نعم، هذا باعتبار إنه إحنا عندنا مرجعية عليا هي اللجنة الأولمبية. أيه، واضح الدولية. واضح. قلت لك معادلة، اللجنة الأولمبية عندها مسلمات. عندها إنه عدم المساس باللجنة الأولمبية العراقية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وهذا شيء ثابت. طبعًا هذا اللي لا لبس به، يعني هذا شيء موجود. إنه اللجنة الأولمبية، البرلمان العراقي يقول لك اللجنة الأولمبية ما مسجلة تشريعياً يعني من خلال البرلمان، هذا أيضاً حقيقة. اللجنة الأولمبية العراقية يجب أن تقدم قانونها حتى يصادق عليه، يعني كل جهة عليها مسؤولية معينة، يعني وهاي مشكلة. ولذلك يعني يجب أن يكون هناك إخلاص، يجب أن يكون هناك تفاني، يجب أن يكون هناك بعد نظر في حل هاي الإشكالية. أما العملية ليش دي تبقى معلقة؟ هو مداول لك عملية الشد والجذب وعملية الخطابات المتشنجة، هي هاي راح تخلي العملية متشنجة. يعني كلام جميل للأخ الإعلامي رحيم الدراجي الآن سمعته، دي يقول إنه يجب أن الجميع يعملون بإخلاص، وفعلا هي الحقيقة يجب أن الجميع يعملون بإخلاص. إذا كل من يقول أني والبقية خلي يأخذهم الطوفان، هذا مشكلة طبعا. كل من يقول أنا متمسك بكلامي ولازم يصير، لا يمكن أن تكون اللجنة الأولمبية كيان منحل، ولا يمكن أن تكون اللجنة الأولمبية بدون قانون، شوف جهة أخرى، ولا يمكن أن تحلل اللجنة الأولمبية لأن معترف بها باللجنة الأولمبية الدولية. هذه المسلمات يجب أن تضع على الطاولة ويتم المناقشة على أساسها، على أساس هذه. نعم. ثوابت هذه. أستاذ حسين، شوف، هو حتى الكتاب اللي يعني خلاصة الكتاب اللي رفعته اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية دي البرلمان العراقي من ما جاءها من اللجنة الأولمبية الدولية. نعم. بمراجعة قرار إيقاف، يعني اللجنة الأولمبية الدولية واضحة تقول مراجعة قرار إيقاف اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. هو ماكو إيقاف اللجنة الأولمبية، ما أعتقد. فهم على أنه هو إيقاف، هذا اللي صار عندنا. لأن إيقاف معناته لازم الرياضة العراقية كلها توقف يعني. وهو ما تحدثت به في البيان الأول اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. زين أستاذ حسين، خليني أسألك عن يعني ما قال مبديا استغرابه الأستاذ جاسم محمد جعفر رئيس اللجنة البرلمانية الشبابية الرياضية. الوزير السابق قال ليش الأولمبية يعني دا تعمل بهذه الطريقة، خلي تروح تحل مشاكلها مع المحاكم وتسوي أمورها ويمشي الأمور، وكأن الموضوع يعني يختصر في ليلة وضحاها. لا، أنا سمعتك طبعا. هي مرات إحنا في بعض الأحيان نحتاج إلى هيك حتى نستعجل الأمور. أنا سمعت إنه أكو يعني تحرك سريع جدا صار. حقيقة أنا بعيد عن هالأمور هاي، لأن أنا مو من مثل ما يقول سلطة القرار ولا يعني أي جهة من كل الجهات هاي يعني. لا أنا منتسب للوزارة ولا أنا منتسب للبرلمان ولا أنا منتسب للجهة، يعني قصدي بالمكتب التنفيذي. لكن سمعت إنه يوم 5/1 أكو مراجعة راح تكون بالبرلمان العراقي. نعم. حول انه الغاء يعني قرار بريمر يعني. وهذا فشي مهم جدا يعني حقيقه، وفشي يعني فاتحه خير لحل
المشكله يعني تعود رياضتنا وتعافيها ان شاء الله قريب جدا يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني نعم. زين خليني يعني قبل فتره ايضا يعني هو خليني مع تصاريح الاستاذ جاسم محمد جعفر اللي يتحدث عن الاولمبيه ارسلت القانون عام 2013 يقول هذا الشيء ما صار طبعا اللي حكينا عليه قبل شويه انت قلت وصلنا لل 2013 المفروض يقدم ما قدم لا وصلنا قصدي من 2009 الى 2013 نعم نعم عملتوا انت استاذ منذر الواعظ على هاي عملنا ب 2006 2007 زين ووصلنا الى مجلس شورى الدوله ومجلس شورى الدوله وصل للبرلمان لكن سحب من قبل هسه ما اعرف انا بالضبط من الهيئه المؤقته اللي صارت او الهيئه نعم. المؤقته اللي صارت ب 2008 او ب 2009 من قبل اللجنه الاولمبيه اللي شكلت زين انا اريد اوقف هنا يعني انا على الكلام حتى اكمل لك شيء نعم. مهم ب 2013 ب 2014 شكلت 2013 شكلت اللجنه الاولمبيه زين الدوره الثالثه للجنه الاولمبيه نعم حقيقه وكنا انا شخصيا كنت اطالب انه دائما لازم بالثلاث اشهر الاولى انه نعمل قانون اللجنه الاولمبيه لان اكو مآخذ كثيره حقيقه احكي لك يعني شنو المآخذ صار حسين المآخذ احكي لك بالنظام الاساسي خلي نتكلم اللي دائما يصير به مشاكل كثيره نعم بال 2004 انتخابات دوركان اللي صارت اول مكتب تنفيذي بعد يعني بعد التغيير بعد التغيير نعم, نعم. كان اختيار الخبراء من الناس اللي يعني الرياضيين البارزين اللي قدموا خدمات جليله وعملوا خدمات رياضيه ويعني مثلوا البلد وفعلا صار اختيار حقيقي لهي الشغله بشكل دقيق وتم اختيار رياضيين بارزين بوقت احمد الحجي لاعب منتخب ومدرب منتخب زين. ايمان صبيح بطله بالساحه ميدان معروفه يعني الدكتوره ايمان صبيح احمد الديوان رياضي كبير من محافظه البصره فالح فرنسيس بطل بالكره الطائره لاعب منتخب و يعني عمل كثيرا في مجال الاولمبي يعني فكثير من هم سبعه اعضاء بالضبط يعني واخوان اثنين من كردستان نعم. كان بوقتها يعني رياضيين يعني رؤساء انديه او مشاكل ذلك فناس رياضيين حقيقيين تم اختيارهم واجوا ضمن المكتب التنفيذي ضمن الجمعيه العموميه وتم انتخاب من انتخب للمكتب التنفيذي ومن بقي عضوا في الجمعية العمومية زي. من هاي الأسماء في عام 2009 نعم وين راحت هاي الأسماء؟ راحت الأسماء في مهب الريح لأسباب أنه تدخل بعض الشخصيات وللتلاعب ليكون عدم وجود قانون حقيقي تلاعب بعض الأشخاص في جلب بعض المسؤولين العراقيين اللي موجودين كانوا يمثلون السياسة مثل الأخ سار علي الدبار كان هو يعني دخل مدخل يعني ما أعرف صراحة بطريقة حل محل يعني هذول الأسماء اللي تحدثت عنهم سار حسين ده يحل محل السبع أسماء الكفاءات اللي تحدثت عنهم جاب شنو سوى علي الدبار كان عنده رغبة أنه يكون هو رئيس الجمهورية الأولمبية أنا شخصيا أعرف هذا اللي قلت لك أنا شاهد على هاي الأحداث زين. أنا كنت موجود بها كان عجبه يكون رئيس الجمهورية الأولمبية فسوى مكان دول السبع الأسماء الشخصيات البارزة الرياضيين قال خلينا نجيب ممثلي وزارات ليش ممثلي وزارات ليه ممثلي وزارات ومتابعين للحكومة وهو موجود ناطق رسمي باسم الحكومة نعم واضح شلون حتى يجلب سبع أسماء مباشرة راح تكون إله 100% عملية يعني ملتوية بسبب غياب القانون ده تقول لي ليش القانون بمطبات وهذا هاي المطب الأول ولذلك من اجوا يمكن اجوا واحد رياضي او اثنين بس الباقيين اجوا مجرد اسماء هم جابوهم نعم. للهذا 2009 اي 2013 نعم. من صارت انتخابات انضربت هاي عرض الحائط نعم سيد حسين خليني اوقف هذا شيء مهم انا بدي اوصلك اخليك تكمل نعم. كمل حسين انا عندي بعد ايضا يعني كمل هذا الشيء وان شاء الله نعم. اسالك على شيء معين نعم. يعني 2013 لغه الرياضيين البارزين اللي صارت ب 2004 ولغه ممثلي الوزارات اللي صارت ب 2009 قالوا نجيب ممثلين من الاتحادات، الاتحاد يسجلون خبراء. زين هاي ما تقرا على انه هي موضوع تحضير للانتخابات؟ طبعا طبعا ودا اقول لك ليش غياب القانون هاي المشكله. فمن حضروا هذا وانا قلت لهم الاخوان ذاك اليوم يعني حكيت بالمكتب التنفيذي يعني قلت للاخ رعد حمودي قلت له هل اللي صح لأسماء ممثلين عن الاتحادات هل يصير أنه النجم الكبير رعد حمودي يجي ممثل عن اتحاد القوس والسهم يصير خبير
هل يصير النجم الكبير فلاح حسن يجي ممثل عن اتحاد الرماية؟ أيضا شيء من قبل العقل. حسن. هل يصير أنه الأخ جزار السهلاني يجي خبير باتحاد التجديف؟ شو راح يقدمون لهاي الاتحادات؟ ما ممكن إحنا نسوي قانون بكل سهولة نخلي النجم الكبير فلاح حسن أو النجم الكبير رعد حمودي يكونون خبراء مثل ما عملنا ب 2004 هم لاعبين منتخبات وهم هذا طبعا. وممكن نعمل قانون يجيز لهم أن يكونون خبراء يعني مو شرط يجون بطريقة بهالشكل هذا. نعم. صح لو لا. فهاي المشاكل يعني اللي صارت مرت على الرياضة العراقية. نعم سيد حسين أنت هسه خليتني في صلب القضية أنا والمشاهدين الكرام بس خليني أنطيك يعني الادعاء اللي تحدث به أو شيء اللي بينه الأستاذ جاسم محمد جعفر قال عام 2013 ماكو شيء أرسل هذا الدعاء كاذب لم يرسل قانون هذا الدعاء كاذب وغير صحيح. بس وصل للجنتنا قانونيا الأول من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية يعني بذلك سيد رعد حمودي والآخر من نائبه الأول يعني بذلك سيد بشار مصطفى وكلاهما مختلف وبالنص قال معقولة كل شخص يرفع له قانون. طبعا نشوف بعد 2013 يعني احنا كنا نطالب بهالموضوع القانون بشكل جدي وشكلت لجنة من قبل اللجنة الأولمبية من مجموعة من رؤساء الاتحادات وأنا كنت من ضمنهم طبعا والأخ الدكتور طالب فيصل والأستاذ بشار مصطفى والأخ جزار السهلاني والأخ دكتور تيرس أو ديشو كان موجودين في هذه اللجنة وعملنا بشكل سريع جدا يعني أسرع لأن كانت كل الأمور واضحة عندنا وإحنا كنا عايشين هاي الحالة كنا يعني من 2004 ولا حد اليوم كل الأسماء الموجودة فعملنا بشكل سريع جدا خلال أسبوعين كملنا القانون هو طبعا قانون مستنبط من الميثاق الأولمبي يعني لا أكثر ولا أقل كان قانون ممتاز وعرض على ناضج هذا القانون ناضج ومسودة عفوا مسودة ورفعت اللجنة الأولمبية أيضا اعطونا رأيها بشكل سريع بها قالوا هذا لا يوجد أي اختلاف ولا يوجد أي تضارب مع الميثاق الأولمبي. طيب وتم تقديمه يعني احنا شخصيا أنا رحنا مجموعة أنا وأستاذ بشار وأعتقد الدكتور تيريس والأخ جزار سلاني كان معنا رحنا للجنة الرياضية بالمجلس النواب وقدمنا هذا المسودة القانون. زين واضح شلون؟ لكن العملية بقت متلكية، من المتلكي ما نعرف، اللجنة الأولمبية ما تابعت، اللجنة الرياضية مجلس النواب أهملت، ما حقيقة أنا شخصياً هاي مو مسؤوليتي، احنا مسؤوليتنا انتهت إلى أن تقديم مسودة القانون، بعدين عرفنا حسب ما هذا أسمع هسه أنه تصريحات أنه أكو قانون آخر مرفوع شلون هذا الرفع احنا ما نعرف يعني حقيقة انا شخصيا ما اعرف انا اتكلم الشيء اللي انا شاهد عليه بشكل يعني وفعلا لو كان يعني اني ساد حسين قانونيا انت شلون تشوف يعني وجهة نظرك ان يرفع قانونيا يعني احنا هالمشكلة شوية بس هاي مو مشكلة انا اعتبرها يعني افرض لو كان قانونيا تصير جلسة بسيطة بين مجلس النواب اللجنة الرياضية وبين ممثلين من اللجنة الأولمبية المكتب التنفيذي ويقعدون واحنا ما عندنا مانع احنا كم كلجنة موجودين اذا يريدون احنا حاضرين كنا موجودين متواجدين بالعراق ممكن نقعد جلسة واحدة ونحل هذا الاشكال يعني هذا مو فد مشكلة يعني انا اعتبرها حقيقة وليش اقول لك هي المشاكل مع الاسف هي معادلة يعني مع الاسف اذا مو كل من ياخذ على عاتقه الشيء الصحيح المعادلة تختل يعني أي جهة من هاي الجهات عندها نوايا غير نوايا صحيحة تختل المعادلة أنا أقول لك إياها ولا يبقى كل من جار نفسه وكل من يحكي بس كلام لا إحنا العمل هو المفروض اللي هو نعم سيد حسين خلينا متواصلين بالحلقة أنا والمشاهدين الكرام بس قبل ذلك خلينا نطلع على هذا التقرير اللي يتحدث عن تأجيل الدوري العراقي. اعتقد عودتها للكويت والسماح قطر باعطاها للكويت شوي انطت مرونه للبطوله اعتقد هذه البطوله مهمه جدا بالنسبه للشعوب العربيه خاصه يعني كل الشعوب العربيه تتمنى تشارك بهالبطوله لكن هي تمن منتخبات اعتقد هي مثل ما قلت هي كاس عالم مصغر يكون بها اعلام قوي يكون بها منافسه جميله نعم لم نحصل عليها كجيلنا كجيل 2007
لكن نتمنى انه بقياده جنرال باسم قاسم انه يحقق هالبطوله. اعتقد سوى توليفه وسوى روح بالفريق جميله، يعني تخلي يعني تنطي طابع للشارع العراقي وحتى للاعلام واحنا كلاعبين انه ممكن اكو فريق للمنتخب العراقي يكون عنده شخصيه. اهم شيء المنتخب يكون عنده شخصيه، هذا افتقدناه بالسابق. اتمنى لهم البطوله تكون عراقيه، فرصتهم كبيره. الان عندنا لاعبين على مستوى، عندنا ايمن، علي عدنان، رغام، احمد ياسين، يعني حسين علي واحد، يعني اكو لاعبين ممكن يخدمون المنتخب بهم بشاره. واتمنى انه يكون لهم هالبطوله مفتاح، لان تعرف كل جيل اذا حصل على بطوله راح يمشي بثقل. لا انا قعدت مع رئيس النادي علاء كاظم والرجال متفاهم جدا. طبعا الاعلام يحكي غير والجماهير تريد شيء والبعض يريد شيء ثاني. لا انا قعدت مع صراحه يعني مع علاء كاظم، علاء ما عنده اي مانع من اعطاء نادي الطلبه، هناك فقط ديون على نادي الطلبه. تكفلت انا، تكلمت مع وزاره التعليم العالي وقعدت مع الوزير، تكفلت بدفع هاي المبالغ للنادي وتسديد الديون، وبعدين نقدر نرتب النادي على مثل ما يقول شوية، لأن تعرف النادي يحتاج له. لكن بالنسبة لعلاء، عندك لهم للوزارة الفلوس؟ لا الفلوس راح تكون من هي ديون على النادي، يعني وليس يعني أنه علاء كاظم رايده شخصيا إلى الرجال خدم النادي وصار له تقريبا ما يقارب 9 سنوات، يعني استلم النادي في وضع مزري بالنسبة للأوضاع اللي موجودة للرياضة. فأكيد علاء كاظم خدم النادي، أنا عكس ما يقولون أنه ما خدم النادي، بالعكس علاء وقف نادي الطلبة في وقت كان حرج. بالتأكيد توقف الدوري في هذه المرحلة أعتقد هو غير مؤثر، على اعتبار أنه في كل دوريات الخليجية هي راح تتوقف خلال المرحلة المقبلة. أما ما يخص تصريح السيد عبد الخالق مسعود في أن أهمية المنتخب الوطني، بالتأكيد اتحاد كرة القدم يبحث عن الفوز ببطولة الخليج أكثر من أن يبحث عن الفوز في نهائيات آسيا. الآن المرحلة اللي يمر بها المنتخب هي مرحلة تجديد. أعتقد أنه عندما تأتي بلقب وبإنجاز جيد في هذه الفترة سيكون أمر جيد لاتحاد كرة القدم، وهو ما يبحث عنه، على العكس تماما من نهائيات الدورة أو النهائيات البطولة الآسيوية اللي إحنا حققنا بها المركز الأول 2013، وأيضا كنا ثالث في النسخة الماضية. انطلاق الدوري بشكل متأخر هو راح يسبب أي عرقلة، يتوقف أي دور من الأدوار راح يسبب عرقلة وامتداد الدوري إلى مراحل، يعني أيضا ما راح نعرف شو كده راح ينتهي. احنا اليوم بلغنا رسميا بتوقف الدور السابع. اهلا بكم مشاهدي الكرام. سعد حسين، هناك رأي طرح قبل فترة ليست بالبعيدة يقتضي باستلام ميزانية اتحادات رياضية من المالية، هل هو أفضل من استلامها من الأولمبية؟ أنت شو نشوف؟ لا هذا حقيقة ما واضح، يعني ما نعرف شنو الآلية اللي يصير بها العملية، يعني وأعتقد بها مخالفة لبعض القوانين يعني اللي تتعلق بعمل اللجنة الأولمبية. نعم تتعلق بعمل الاتحادات الرياضية وتتعلق بعمل اللجنة الأولمبية حقيقة، لأن يعني قانون 16 قانون نافذ ومعمول به، يعني جرت عليه انتخابات الاتحادات المركزية ولا زال نافذا حتى ولا زال نافذا يعني لحد الآن، وهذا يعارض مثل هكذا توجه، يعني يعارض هكذا توجه لكون يعني انه ببعض الفقرات بها يجب ان تكون موافقه من اللجنه الاولمبيه يعني ضمن القانون. استاذ حسين خليني اسالك عن دوري كره السله هذا الموسم، شلون تشوفه؟ افضل من اللي قبله واللي قبله ولا؟ احنا شيء جميل عندنا باتحاد السله حقيقه، وشيء انا اللي فرحان له دائما انه هاي خلال الدوريات الثلاثه الاخيره في كل دوري يجي يقولون هذا الدوري احلى من الدوري لذلك الماضي. انا اسالك ولذلك هذا الشيء حقيقه يسعدنا ويفرحنا ويخلينا نشعر انه احنا بدنا نسير بالطريق الصحيح يعني للتطور يعني حقيقه. ولذلك الحمد لله الان كل شيء يعني، وهذا ما يسعدنا جدا لكون انه هذا يضفي على يعني ويخدم المنتخب الوطني العراقي مثل ما تكلمت بالبدايه يعني. نعم. وخاصه احنا عندنا تصفيات كاس العالم يعني، فشيء مهم جدا يعني. فمن يكون الدوري على مستوى كبير، على مستوى تنافس كبير، يعني المباريات الان مشوقه بشكل كبير جدا يعني ومفرحه، وان شاء الله خلال الفتره القادمه راح يكون نقل تلفزيوني ايضا. اللي يتاخر صراحه يتاخر يعني بصراحه، لان ان شاء الله يعني ظروف يعني ظروف خارجه عن ارادتنا، ظروف
الشبكة والقناة العراقية وظروفها يعني الداخلية. زين سادة حسين خليني أسألك، باستطاعت منتخبنا يوصل للمونديال، الفوز على إيران أعطانا دفعة كبيرة، إحنا في زون صعب جدا وتغلب واحد من المنتخبات اللي اعتادت الوصول لكأس العالم، رغم أنه إحنا صارت عندنا كبوة بالمباراة اللي تلت مباراة إيران، لكن تشوف مستقبل منتخبنا يقدر يوصل للمونديال؟ لا لا ترى ما صارت كبوة يعني، بالعكس يعني كازاخستان فريق قوي جدا يعني، والثلاثة لعبت على أرضه وعلى ملعبه وتعادلنا بالنهاية المباراة 73-73 يعني ما أعتبرها كبوة بصراحة، أنا فرحان بهاي المباراة يعني. شلون تشوفها أنت يعني، راضي يعني عنها لا راضي كل الرضا حقيقة يعني، وأشعر بفخر وأشعر بسعادة كبيرة لأن قلت لك أنه المهم مو السعادة للفوز، وإنما إحنا بالاتجاه الصحيح أنه مدرب الحمد لله ده يعمل بشكل ممتاز، اختيارنا كان الحمد لله جميع مدرب التركي سوى تغيير نعم كبير. نعم اختيار يعني صائب والحمد لله موفق، خل أقول لك يعني اختيار موفق يعني، أشعرها من خلال سادة حسين من خلال التحدث مع اللاعبين مع كل الناس يعني. ذاكرتي رجعتني لعام 2011 تحدثت لي أني شخصيا قلت لي إحنا نبحث عن نكون مؤثرين في زون صعب اللي هو غرباسي. بالضبط تذكر يعني أنا أتذكر هذا الكلام والله. قلت لك إن إحنا ردنا نهرب من زون غرب آسيا، ردنا نهرب للخليج على مود لأن الخليج كلهم نغلبهم بصراحة، بس قلنا بزون آسيا إيران كأس العالم وصلت الأخيرة، لبنان ولبنان والأردن والأردن وصلوا كأس العالم، وكان سوريا قبل ما قابق 2000 كان نعم. فريق كبير جدا يعني أربع فرق موجودة وإحنا الخامس يعني مشكلة، واحدة من الفوائد اللي جيناها تأثير اللاعب المجنس. بالضبط بالضبط طبعا، ولذلك قلت لك نبقى بهالزون هذا حتى نقدر انه نضل نعمل اكبر، ولذلك عملنا اكبر والحمد لله ان شاء الله يعني. احنا نبقى بهذا الزون وان شاء الله نصعد ان شاء الله. استاذ حسين، استاذ حسين لم يبقى الا ان اتقدم لك بالشكر الجزيل، شكرا لك استاذ حسين، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقه من برنامج اون سايد، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام، القاكم في حلقه مقبله وملف اخر في اون سايد، الى ذلك الوقت الى اللقاء، حياك الله استاذ حسين، شكرا جزيلا.